تشتهر حديقة بوسي ميتي الوطنية في ولاية كاليفورنيا بالمناظر الطبيعية الخلابة والمنحدرات الجرانيتية والشلالات. ومن بين ملايين الأشخاص الذين يزورون المنتزع كل عام، يختار البعض السفر إلى بوسي ميتي في الأسبوع الثالث تقريبا من شهر فبراير لاقتناص فرصة مشاهدة حدث نادر لشلال مائي صغير يبدو لفترة وجيزة كما لو كان شلالا من نار. فما حقيقة هذا الشلال؟ كان يعتقد البعض أن شلال النار هذا عبارة عن صهيرة بركانية، إلا أنه مجرد شلال مائي ناتج من مياه الأمطار وذوبان السلج. لكن تحدث لشلال الماء ظاهرة مميزة تستمر لبضعة أيام فقط كل عام، حيث يظهر شلال النار عندما يضرب ضوء الشمس شلال المياه الشبيه بذيل الحصان، كما يجب أن تمر أشعة الشمس بالزاوية الصحيحة قبل وقت قصير من غروب الشمس ليظهر شلال الماء وكأنه يشتعل. ويعتبر الحدث نادرا إلا أن تأثير ضوء الشمس مع مياه الشلال المتدفق يحدث في تلك الفترة فقط في المساء عندما تكون السماء صافية. قد تقلل بعض الظروف الجوية مثل الضباب أو الغيوم الطفيفة من ظهور هذا التأثير، كما أيضا يمكن أن تحجبه. وفي عام 2019 تم عرض ظاهرة شلال النار على شاشة عرض كبيرة ليتمكن جميع زوار الحديقة من مشاهدة المشهد المذهل، ولحسن الحظ فقد توفرت جميع المكونات لحدوث الظاهرة بشكل مثالي. أما عام 2020 فكان من المتوقع أن يكون غروب الشمس في أفضل زاوية مع شلال الماء لتحدث ظاهرة شلال النار بين 21 ل 23 فبراير، إلا أن الظاهرة لم تحدث بسبب غياب وجود الماء التي تكون الشلال، إذ لم يكن هناك أمطار أو ثلوج بشكل كاف في بوسي ميتي، فجف الشلال بعد فترة من تأثر المنطقة بطقس جاف. وفي عام 2021 ومع ازدياد اهتمام الزوار بمشاهدة ظاهرة شلال النار، مددت الحديقة ترتيبات موسم المشاهدة حتى يوم 28 فبراير، وحددت ساعات المشاهدة يوميا من الظهر حتى الساعة 7 مساء، حيث كان يظهر الشلال متوهجا باللون البرتقالي الساحر. وشكرا للاستماع.